بحضور المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، والمطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس، والنائب الأسقفي للمطرانية الأرشمندريت بسام شحتيت، أقيم في قاعة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق لقاء روحي لأخوية سيدة المعونة الدائمة، اشتمل على محاضرة بعنوان أسبوع الآلام في حياتنا، قدمتها الدكتورة إلهام عماري، تضمنت شرحاً وافياً حول قدسية هذا الأسبوع الذي مر به السيد المسيح خلال مسيرة الصلب والقيامة. التركيز الأساسي في هذا الأسبوع هو على السهر في اليومين الأول والثاني والثالث من خلال صلاة تقال في الكنيسة: هوذا الختن يأتي في نصف الليل فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظاً. إذن تركيز على السهر، وفيما بعد الخميس العظيم المقدس هو مشارك وعيش للفصح الأخير الذي عاشه السيد مع تلاميذه. بعد ذلك عندنا الجمعة العظيمة اللي تم فيها الصلب، أحداث الصلب كلها سوا تقرأ في الكنيسة الأناجيل الأحد عشر التي تذكر بمختلف المراحل التي عاشها السيد المسيح قبل صلبه وبعد صلبه وإنزاله عن الخشبة ووضعه في قبر جديد. أما يوم السبت فهو يوم السبت العظيم المقدس أو سبت النور، لأن المسيحيين بيعتبروا أن النور أشرق من قبر المسيح، وهو نوع من المقدمة أيضا لفجر القيامة، لفجر الأحد اللي فيه بيتم عيد القيامة عيد الفصح. محاضرة اليوم لأخوية سيدة المعونة الدائمة عن أسبوع الآلام، حبينا نقدمها للستات عن حياة أسبوع الآلام بحياتنا، بقدم لنا يا يسوع المسيح عن الفداء، عن المحبة، عن العطاء، عن التضحية، وبنتمنى للكل سنة قيامة مجيدة وكل عام وانتم بخير. محاضرة قيمة وأنا استمتعت فيها، ويا ريت الناس تستفيد روحيا منها، مش بس كمان إنه معلومات، لكن إحنا منحب كمان روحيا الناس تستفيد وتغير مجراها ومسلكها بالحياة، ونمشي نسلك بالمحبة زي ما يسوع بده إيانا، لأنه هي المحبة من أعظم الفضائل. المحبة في عنا أنشودة المحبة بالكتاب المقدس من أروع ما كتب، ولا أدب العالم كله بيوفي وبيحكي عن المحبة زي ما هي أنشودة المحبة في كتابنا المقدس. هي رسالة لكل البشر، مش لفئة معينة، ولا زي ما هي كانت لهون زي الرومان ولا أقوام تانية، هي رسالة أبدية لكل البشر، وهذا اللي بحب أحكيه. ويعطيكم العافية، شكرا لحضوركم اليوم معنا.